درء المفاسد أولى من جلب المصالح، والدرء هو المنع والدفع، منعها قبل وقوعها ودفعها بعد وقوعها. والمفاسد جمع مفسدة، والمفسدة في اللغة المضرة، وفي الإصطلاح المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك. المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك مفسدة. والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة المنفعة، المصلحة في اللغة المنفعة. وفي اصطلاح العلماء المنفعة واللذة وما يؤدي إلى ذلك، وما يؤدي إلى ذلك. والعلماء يقولون إن المصالح والمفاسد تقع في الدنيا وتقع في الآخرة بهذا المعنى الذي ذكرناه. وأعلى المصالح الضروريات الخمس، يعني العلماء يقولون المصالح في الجملة على ثلاث مراتب. أعلى المصالح الضروريات الخمس، الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض وحفظ العقل وحفظ المال. هذه أعلى مصالح الناس. والمرتبة الثانية ما أمر الله به، ما أمر الله به، فكل ما أمر الله به فهو مصلحة. فإذا جاءك الأمر من الله فاعلم أولا أن الله يحب هذا المأمور به ويحب وقوعه. إذا وجدت في الكتاب أو في السنة أمرا بشيء فاعلم يا عبد الله أن ربك يحب هذا المأمور به ويحب وقوعه. وهذا يكفي المؤمن ليتحرك قلبه إلى فعل هذا المأمور به. فأنت أيها الرجل عندما تسمع رسولك صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى، فاعلم أن ربك الذي خلقك يحب إعفاء اللحية ويحب منك أن تفعل اللحية، أن تفعل إعفاء اللحية. ثم بعد ذلك اعلم أن في ذلك مصلحتك وأن في ذلك نفعك، والله الذي لا إله إلا هو. ثم قد تعلم هذه المصلحة وقد لا تعلمها. فهذه المرتبة الثانية من مراتب المصالح. والمرتبة الثالثة مصالح الناس في دنياهم مما لم يرد في الكتاب والسنة، المصالح العادية، وهذه أدنى مراتب المصالح. ويقابلها المفاسد، فالمرتبة العليا من المفاسد ما يفوت الضروريات، ما يفوت الدين، ما يفوت العقل، ما يفوت النفس، ما يفوت النسل، ما يفوت العقل، ما يفوت المال. هذه أعلى المفاسد. ثم المرتبة الثانية ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فعله مفسدة وفيه مفسدة وفيه مضرة. فإذا جاءك النهي في الكتاب أو السنة فاعلم أولا أن الله يبغض ذلك المنهي عنه أو يكرهه، أن الله يبغض ذلك المنهي عنه أو يكرهه، ويبغض وقوعه أو يكره وقوعه، يبغض وقوعه أو يكره وقوعه. نهاك الله عن الربا، اعلم أن ربك يبغض الربا ويبغض أن يراك يا عبد الله فاعلا للربا ولو بدرهم. ثم اعلم أن في تركه مصلحة لك وفي فعله مفسدة عليك. فإذا فعلت المنهي
عنه فإنك توقع نفسك في المضرة والمفسدة. ثم قد نعلم هذه المضرة بعينها وقد لا نعلم. ثم المرتبة الثالثة المفاسد العادية التي تقع بين الناس في عاداتهم مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فهذه المراتب وهذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح هي الأصل عند اجتماع المفاسد والمصالح. فالأصل إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وأمكن فعل المصلحة وترك المفسد في وقت واحد أن يفعل ذلك، فتفعل المصلحة وتترك المفسدة. لكن إذا اجتمعت المصلحة والمفسدة ولم يمكن فعلهما معا، بل إما أن نترك المفسدة وإما أن نفعل المصلحة، فالأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح، لقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار غير المحترمة، لأن الكفار قد يعبدون الأنبياء، هذا ما يدخل معنا. سب آلهة الكفار غير المحترمة كالأصنام مصلحة فيها تحقير للشرك وأهله، لكن إذا كان يترتب على ذلك أن يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تسب، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فدرء مفسدة ربنا، درء مفسدة سب ربنا أولى من مصلحة سب آلهة الكفار غير المحترمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه أو فدعوه. متفق عليه. يقول العلماء: هذا الحديث يدل على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كيف؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأوامر وهذا جلب المصالح قال: فأتوا منه ما استطعتم. أما في باب المفاسد وهو النواهي قال: فدعوه مطلقا. فدل ذلك على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الأربعة وصححه الألباني. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق مصلحة عبادة وصحة. المبالغة في الاستنشاق مصلحة عبادة وصحة. عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وصحة لأنه إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق خلص جسمه من أسباب الأمراض. وذلك يعني هناك يعني مما أذكره أن هناك طبيبا هنديا مشهورا قال: لو أن المسلمين يستنشقون كما أمروا لما مرضوا، لأن الميكروبات وأسباب الأمراض تجتمع في أعلى الأنف. فإذا كان الإنسان يبالغ في الاستنشاق فإنه يغسل أنفه، إذن مصلحة. لكن إذا كان الإنسان صائما فإن في الاستنشاق مفسدة، لأنه يغلب على الظن إذا بالغ أن ينحدر الماء إلى جوفه، فقدم درء المفاسد هنا على جلب المصالح، على جلب المصالح. إذن إذا اجتمعت المصالح والمفاسد بحيث لا بد من ترك واحد وفعل الآخر فإنه يقدم درء المفاسد.
وأضرب لكم مثالا، رجل خرج إلى صلاة الجماعة فوجد مسلما قد دهسته سيارة وفرت، وهذا المسلم يحتاج أن يسعف وينقل إلى المستشفى. الآن هو بين أمرين، بين مصلحة صلاة الجماعة ومفسدة موت المسلم، يقدم درء المفسدة ويترك صلاة الجماعة، ويؤجر على الفعل والترك. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويستثنى من هذا الأصل شيء واحد فقط، وهو إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وكانت المصلحة أرجح فإنه تفعل المصلحة، تفعل المصلحة. يعني أنت تقرأ في كتاب، فهذه مصلحة، وأذن للصلاة، وأذن للصلاة، فتركك لصلاة الجماعة مفسدة، تركك للكتاب مفسدة، وفعلك لصلاة الجماعة مصلحة أرجح، فماذا تفعل؟ تذهب إلى الصلاة. وما تقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه مفسدة فوات العلم ومفسدة فوات التحقيق، وأنا الآن وصلت إلى المسألة التي أبحثها. نقول لا، هنا المصلحة أرجح، فإذا كانت المصلحة أرجح فإنه يقدم فعل المصلحة. إذا ماذا يستثنى من هذا الأصل؟ شيء واحد، إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وكانت المصلحة أعلى وأرجح فإنه يقدم فعل المصلحة. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما قلنا. نعم. كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. نعم. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة. نعم. هل درء المفسدة وتقديم درء المفسدة واجب؟ الجواب في تفصيل. فإن كان ذلك في باب الواجبات والمحرمات فنعم، إن كان ذلك في باب الواجبات والمحرمات فنعم يجب أن يقدم درء المفسدة. أما إذا كان ذلك في باب المستحبات والمكروهات فلا يجب، لكنه الكمال، ولكنه الكمال. يعني إذا دار الأمر بين سنة، بين فعل سنة وفعل وترك مكروه، فأيهما يقدم؟ يقدم ترك المكروه. هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، وإنما على سبيل الكمال. فلو أن الإنسان فعل السنة ولم يترك المكروه فإنه لا يأثم، لكن الأفضل أن يترك المكروه. نعم. قال: كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة. ولو فاتت المصلحة، بل إنها عند أهل العلم لا تعتبر مصلحة، إذا عارضتها مفسدة مساوية أو أعلى فإنها لا تعتبر مصلحة. نعم. قال: لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. وهذه فطرة عند الإنسان، أن السلامة مقدمة على الزيادة، فطرة الإنسان أنه يعتني بالسلامة مما يضر أكثر من اعتنائه بالزيادة مما ينفع. وأنا دائما أضرب للإخوة مثالا من واقعهم، أقول الطلاب إذا اختبروا، فإنه إذا كانت الأسئلة صعبة أول ما يقابلون الشيخ والأستاذ يسألون: هل رسب أحد؟ هل فيه رسوب؟ فإذا قال الشيخ: لا الحمد لله نجح الجميع، قالوا: كيف الامتياز؟ إن شاء الله في عدد كبير. فأول ما يعتنون بدرء المفسدة، بدفع المفسدة، فإذا أمنوا انتقلوا إلى جلب
المصلحة، وهذه فطرة في الإنسان. نعم. قال: ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. على الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وهذا هو مذهب الحنابلة، لأن أجزاء الصلاة تكون منهيا عنها، فيكون تكبيره غصبا وركوعه غصبا وسجوده غصبا، فتكون الصلاة باطلة. طيب، فعل الصلاة مصلحة، فعل الصلاة مصلحة، فلماذا لا نقول بصحة الصلاة؟ نقول: لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن درء الغصب أولى من مصلحة الصلاة في الأرض المغصوبة. فإذا أراد أن يصلي قلنا له: إما أن تصلي في غيرها، وإما أن تتوب فتصلي فيها. إما أن تصلي في غيرها فلا تصلي في الأرض المغصوبة ولا في البيت المغصوب، وإما أن تتوب إلى الله وتنوي إرجاع الأرض إلى أهلها فتصلي فيها. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وكذلك الثوب المغصوب. نعم، كذلك الصلاة في الثوب المغصوب عند الحنابلة لا تصح، لأن الثوب ملازم للأفعال، فهو عندما يركع يركع بثوب مغصوب، عندما يسجد يسجد بثوب مغصوب، فتكون الأفعال ذاتها غصبا فيكون منهيا عنها لذاتها فتكون باطلة. نعم. أو المحرم كالحرير للذات مثله. نعم. والوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء المغصوب لا يصح، لأن الوضوء ذاته صار غصبا، أما الوضوء بماء في إناء مغصوب فإنه يصح، فإنه يصح، لأن الوضوء ليس مغصوبا هنا، الماء الذي يباشر الوضوء ليس مغصوبا، وإنما الغصب في الإناء وهو منفصل، وهو منفصل، فيصح. ذكرت هذا لتعرف الفرق بين الأمرين، وكل هذا من باب أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. مقصود الشيخ أن الوضوء مصلحة، لكن لما اقترن بمفسدة لم يصح، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وكذلك الصلاة. نعم. قال: الثانية، وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى، قدم أرجحهما. نعم، هذه قاعدة في تزاحم المصالح، فإذا اجتمع عند الإنسان عدة مصالح إن أمكن أن يفعلها جميعا فهو المطلوب، فهو المطلوب، وإن لم يمكن فإنه يقدم الأعلى، وإن فاتت الأدنى، وإن فاتت الأدنى. هذه قاعدة في اجتماع المصالح، لقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي للتي هي أحسن، فدل ذلك على أن الأحسن مقدم على الحسن، أن الأحسن مقدم على الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه القاعدة وعلمنا هذه القاعدة، فقد صلى بالناس ليلة في رمضان، ثم صلى بهم الليلة الثانية، ثم في الليلة الثالثة والرابعة اجتمع الناس حتى امتلأ المسجد، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، فلما أصبح قال لهم: إني قد علمت ما فعلتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والحديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأصحابه في رمضان مصلحة، وذلك فعلها مرة ومرتين، لكن لما خشي أن تفرض على الأمة
والأمة لا تستطيع ذلك كان في ذلك مفسدة، كان في ذلك يعني مفسدة. أو وهذا دائما أنا أقوله للطلاب، تستطيع أن تصورها بصورة المصالح، وهذا الذي نريده هنا. خروج النبي صلى الله عليه وسلم للناس والصلاة بهم مصلحة، وعدم فرضية التراويح على الأمة مصلحة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة العليا وهي عدم فرضية التراويح على الأمة. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت الكعبة قد هدمها السيل وبنتها قريش من المال الحلال، فلم تعدها إلى قواعد إبراهيم لقلة المال الحلال. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان قادرا على إعادة بناء الكعبة، لكنه لم يفعل وبين المانع، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كانت عنده مصلحتان: مصلحة ثبات الناس على الدين، ومصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقدم الأعلى وهو مصلحة ثبات الناس على الدين. فإن قيل لما لم يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ذلك وقد استقر الدين، قلنا أيضا لمصلحة، وهي حتى لا تتخذ الكعبة ألعوبة فتبنى وتهدم وتبنى وتهدم، وهذه مصلحة. نعم.